يوم تاريخ 23 فبراير اول يوم الرحلة نركض الكويت. بس مين هنا راح نركض اليوم مسافة 60 كيلو. تونا خلصنا اول 5 كيلو. كل 5 كيلو راح يكون في تشيك بوينت عشان ناخذ بطول مايو عشان فريق التتابع يغير العدائين والفريق الثاني يرتاح. احنا الحين بالضبط 5 كيلو من حدود العراق عند منفذ العبدلي، وباقينا بالضبط 55 كيلو على ما نوصل اول مخيم عشان راح نسوي نقطة الراحة ونكمل باكر ثاني يوم ان شاء الله. وطبعا ما راح يبين عليهم التعب الحين، بس يعني عن حاتي كم نقطة ان يعني على بعد 20-30 كيلو والله لازم راح تصير شوي فحوصات طبية على السريع، ولازم نشيك على كل واحد نسبة الماء بجسمه. فان شاء الله خير. Everything's under control.